انا متربي في النادي هنا، يمكن انا وانا من وانا عندي 10 سنين في النادي، فاحنا اتربينا على حاجات معينه من كبراتنا، من كباتننا الكبار، من مدربينا، من مبادئ النادي الاهلي. فاحنا بنحاول نرسخ او نحط في 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 نفوس كل لعيب الحاجات ديت. احنا الهدف بتاعنا طبعا انت عارف احنا بطولات الحمد لله، يمكن النادي الاهلي مليان بطولات الحمد لله. احنا الهدف بتاعنا ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نطلع لعيب الدرجه الاولى. لعيب الدرجه الاولى من غير بطوله انت حسبها كده يعني، هو جزء تكوين شخصيته البطوله. على راي يمكن رئيس قطاع الناشئين في الاسماعيلي كاتب كده في موقع ان لعيبه الاهلي بيرضعوا بطولات، ودي حقيقه فعلا. احنا بالهدف بتاعنا ان احنا نطلع لعيب متكامل للدرجه الاولى. الدرجه الاولى بقى الفريق الاول بتاعنا اللي هو اصلا كجمهور بقى هو اللي بيسعد الملايين ديت، يعني اتمنى له كل خير، واتمنى ان احنا نساهم ان احنا نطلع لعيب او اتنين في الفريق الاول. طبعا مش هتكلم على ضربه جزاء، ممكن حتى لو ضربه جزاء، بس انا عايز سؤال بس، في حكام يقولوا في حاجات ضربات لمسه الايد في ال 18 اي لمسه ايد تتحسب ضربه جزاء، وانا معاهم في دي. وفي ناس يقول لك لمسه الايد بس من مسافه قريبه ما تتحسبش. طبعا حيرتوني كده او كده، انا عايز اعرف بس، هي دي الفكره. يمكن ممكن هي ضربه جزاء فعلا، بس انا عايز اعرف، لان انا الكور دي بتجيلي كتير جدا وما اتحسبتش. ماتش الجيش، ماتش ايه، ماتشات كتير جدا بس هي دي الفكره، بتتحسب علينا بس. بس انا بشكرهم طبعا، الحكم كان هايل النهارده واللعيبه الهايله، ونكملها بالخير ان شاء الله الماتش الجاي. قناه الاهلي طبعا بشكرها على المجهود اللي بيعملوه مع قطاع الناشئين، وبشكرك شخصيا فاروق، وبشكر القائمين على البرنامج، وربنا يكرم ان شاء الله الماتش الجاي. هو الحمد لله النهارده زي ما انت شفت طبعا بيقابلنا سوء حظ جامد قوي في احراز الاهداف، كذا فرصه ضايعه، كذا فرصه في القايم، بس الحمد لله برضو كان الفوز من حليفنا النهارده، واحرزنا 3-1 الحمد لله. وان شاء الله خلاص يعني الماتش الجاي ان شاء الله بامر الله فوزنا. احنا فاضل لنا 4 مباريات، اي ماتش فيهم لو احنا 3 بونت فاضلنا 3 بونت على البطوله، ولو الجيش بكره هيلعب البتروجيت، لو الجيش اتغلب بكره خلاص كده حسبنا البطوله، بقت بطوله مننا بالنسبه لنا باذن الله. الحمد لله يعني الماتش كان صعب، كان معقرب بعد ما سموحه جالهم ضربه الجزاء، يعني الماتش عقرب شويه، بس الحمد لله يعني اللعيبه كانت رجاله النهارده وعملنا اللي كابتن احمد قاله بالظبط بين الشوطين. كل ماتش نقفل ازاي ونفتح الكوره معانا نعمل ايه، ونلعب اهم حاجه الروح والرجوله في الملعب، واللي احنا نبقى شايلين بعض جوه الملعب ان شاء الله الجاي احسن. وده نية من عند ربنا، نيتنا سليمة الحمد لله، فربنا بيكرمنا في آخر دقيقة يعني جون التلاتة عادي يعني، ودخل الحمد لله وكسبنا خلال 3 بونت إن شاء الله جاي أحسن. بشكره على طول بيقول لي العب السهل وما تستلم الكرة، خلي وشك للملعب ما تديش وشك للجون، وحاول لو مزنوق العب على طول واحد على القدام. وبشكره واقول له شكرا وفضلك على كبير. طبعا انا مش عايز المدافعين يلعبوا كوره، وانا الحمد لله قدرت ان اعمل كده يعني، بس كسبنا الحمد لله. ده فخر ليا ان اكون في النادي الاهلي، والحمد لله كنت عند ظن الكابتن احمد سراج اللي شافني، كابتن راشد وكابتن احمد ابراهيم وكابتن ممدوح وكابتن زكريا، مش عايز انسى حد يعني، بس الحمد لله قدرت اكون عند حسن ظنهم الحمد لله.